احنا بس قبل ما اقدم الاستاذ محمد مختار من صندوق تحيا مصر، هو المدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الصندوق. فكنت حابه بس اقول انه احنا اتعرفنا على قصه نجاح الصندوق من خلال مشاركتنا كمنظمه الاغذيه والزراعه، بالاضافه لمنظمات ثانيه للامم المتحده. اشتركنا بورشة عمل تحضيرية لقمة النظم الغذائية اللي هتتم في سبتمبر اللي جاي إن شاء الله، سبتمبر 2021 الشهر الجاي إن شاء الله. وفيها شفنا خبرة فعلا للشباب المتطوع تدعو للفخر. ولهالسبب فكرت أنا الشباب دول قدموا حاجة مهمة جدا لمنظومة النظم الغذائية إذا بدي أقول. فهو معانا موجود علشان يرد على أي أسئلة ممكن تطلع من الشباب، بس هنعرض فيديو اللي بي بي بيختصر أو فيديو مختصر للنشاط المهول اللي قاموا فيه الشباب المتطوع ده وإيه نتيجته كانت. خلينا نشوف مع بعض الفيديو الجميل لصندوق تحيا مصر. Now time for me to reveal the result from the official attempt. Tahia Musafund, you attempted the Guinness World Records title. I can now reveal grand total was 300,000 packages for the most donations.